بس قلت لك لما تكون مع رب العالمين لا تخاف. كنا نشتغل في مين، فكانوا هون جيراني انه انا اطبخ مثلا، نحن عمال مثلا اطبخ ضيفهم سندويشة او شيء يدوقوا طبخي، انه طيب والله ام احمد طبخي. فسكر هذا المحل ما عاد في شيء. جاري هون نجار قال لي شو رايك ام احمد اجي افتح لك هذا المحل بعد ما توفى زوجي بشي تقريبا سنة ونص. أول شيء إنه أنا ما توقعت إنه هيك إنه تصير إنه يمشي الحال، يعني قول كبة يا الله شلون العالم بتأمن تأكل من حدا، يعني في ناس ما بتأمن إنه تأكل. بس قلت لك لما بتكون مع رب العالمين لا تخاف، إنه الحمد لله مشيت والحمد لله. ريحة الشوي واصلة لآخر الحارة، من ريحة الشوي الواحد بيجي بس تأكل كل يومين ثلاثة بيجي.